بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي عزيزتي متابعين مصطفى دريوش في فيسبوك في الانستغرام وفي اليوتيوب، هذه القضية ديال الشاب الفاسي اللي تتاقل مؤخرا بمدينة فاس على التدوينة ديالو، اللي قال شاف السيد كذا كذا راه دخل لقى كيطرطق فلان كذا 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 بلا ما نقولها، يعني مسألة خايبة. انا في الاول ما تيقتش، انا درت مناشير قلت لهم لا حبسوا، ربما يكون سبيريتالو الفيسبوك، لان الانسان خصو يخدم عقله وقادرين الناس يكتبوا اللي بغاو. وفعلا كاين واحد الصديق ديالي قال لي يا مصطفى راه حنايا بحثنا وقلبنا وهذه وهذه، ولكن مالوروزمون فعلا داك الشيء راه قالوه هو. فإذا بي أننا فعلا المنشور وصل للسلطات، السلطات راك عارف ما كتزغلش لا الكبيرة ولا الصغيرة. فإذا بي أنا كنطيح في واحد الفيديو، هذا الفيديو هذا ديال واحد الصفحة فاسية اللي مشات للدار ديال الشاب هذا، الله يهديه والله العظيم. أنا سي انكرويبل مي سي فغي، كيفاش صافي 50 واحد ميتة؟ واش ما عندكش القلب؟ هذا هو اللي خلى هذه الأم هذه تتكفس. واش حنا كنا كنطربوكم ما تنشروش شي حاجه اخرى من غير هذا ونشر باش الكلام ديالنا يوصل للعالم؟ ساق انت صاحبي مسلم وتسب، الله يكون في عون الميمه ديالك وخوتك ووالديك. ها انت دابا راك كتسبيري، انت ربما كنتي باغي توصل بالشهره وتجمع لي جيم كما قال الخال ديالك. سمعوا خليكم معايا كما قال الخال ديالو، قال لك اودي الله يهديه، وفعلا ان الدري بغى يدير جيم. واش لقيتيه ولا وخليكم مع خالد. بارطاجي الاخر، بارطاجي هاد السيد، خصنا نشدوه، خصنا هادي يعني تالا كانت الحكومه غادي تنازل على هاد الهضره هادي ولا على هاد الكتابه، يعني غادي يزيد يسخنوا ويكبروا المشكل. يعني تا القضيه ديال الناس وليت انتوما حاجه، يعني تا القضيه ديالي يكون ملحد والالحاد وهادي راه ما كايناش هادي كاع. نعم، يعني انا نقدر لو كان بحال ما نعرف فيه، وكان يعني كيجلس معايا انا خالو كيعاود لي كل شيء، يعني وكنضحكوا انا وياه وهادي. يعني هاد القضيه هادي ما عمرناش بدنا عليها شي هضره ولا شي حاجه، يعني عادي كانسان عادي كيصلي حتى هو كيصوم بحالو بحال الناس مع والديه مع خوتو. غير دابا هاد الهضره هادي اللي راك عارف الانسان مراهق 19 سنه نار في الصباح لقى داك الفيديو داك الشيء ما بان له، راه نكتب باش نجمع لي جيم نجمع هادي ندير شهرة. راك عارف الانسان المراهق اي حاجه كتجي وطا، يعني ما كيعرفش العقوبات ديال داك الشيء شنو كاين. والناس لا حول ولا قوه الا بالله، يعني داروا من حبه قبه، هذا هدا هلا عمي بارطاجي الاخر بارطاجي هلا خويا هادي هلا خويا اسمح لي، اش من من حبه قبه؟ هادي راه ارواح الناس. تصور كون انت داز عليك شي كاميون ولا قتلك شي واحد ويجي واحد اخر يضحك عليك، راه الروح هادي اش من الحبه قبه؟ هادي راه سي تان بروبليم غراف هذا صاحبي، راه 50 ديال البشر ما انت ما حاسس بالقلب ديالهم. هذا اللي في عمر انت كتقول لي 19 عمر الناس قدوا هزوا العالم، بروسلي قدوا 19 عمر كيسير امه، راه مخدم مع 40 واحد. باش نقولكم عندكم الروتار، نتوما عندكم الروتار في الدماغ. 13 واحد وانت حاسبه مراهق، 13 عام راه ادولت سي محمد، المراهق راه عنده 13 14 عام، خصكم تفرقوا ما بين الطفوله والمراهقه والرشد. الشريف سي محمد اش كتقول لي؟ لا وادر من الحبه قبه، راه خصو يتربى، هذا خصو يتربى ويعاود سميتو في التربيه ويمشي يقرا، يديه يقرا ويتربى ويعرف شنو هي الانسانيه وشنو هي الدين وشنو هي كذا وكذا. لان هاد ولدكم غدا هو اللي غيكون مثلا اللي غيمثل هاد الامه هادي، هاد الجيل اللي كان فاسد بشات الامه، راه قالها فريد شوقي ولا يربي احمد شوقي، وانما الامم اخلاق فان ذهبت ذهبت اخلاقهم. صافي الا مشاو الاخلاق الشباب صافي الامه مشات، نغسلوا عليها يدينا وسيفيني، ما بقى عندنا من ما عندنا ما نزيدو، فين غادي نمشيو؟ علاش هادشي تقولي نتايا؟ لا من الحبه قب، انا ضد، انا متضامن معاه، الله يكون مع الام ديالو والاب ديالو ويشوف. ولكن مره اخرى ما خصناش نقولوا للشباب بان هادشي هذا راه كيف والو من الحبه قب، هادشي راه خطير وسي كراف سي محمد حتى للروح. لا حمد كنها ربي راه شاهد، والله العظيم الى القلب ديالنا كان غادي يطرطق، والله ما بقات عندنا لا قناه ديال الفيسبوك ولا ديال الماكله. والله العظيم انا الى ديك العشيه كليت حتى العشاء قسما بالله، وراه الدري معايا صاحبي واحد الصديق راه دوز معايا الجمعه، اقسم لكم بالله
الى موالف كان ناكل في الساندويتش شربت كاس ديال اتاي، ربي راه شاهد، شربت كاس ديال اتاي وما كليت حتى العشاء، حتى حسيت براسي جاتني الدوخه وجاتني السقفه. وفاش جينا كنتعشاو الى انا الاول نت على الطبله، راه كان داك السيد عنده مسكين صديقه ديال الموت الله يرحمه نهار الجمعه، ما كليت حتى التسعود ديال الخوت. يلا فطرت الصباح باش نشرب الدواء الله يشافي الجميع، شربت واحد كاس ديال القهوه وجوج تمرات وقيله ولا ثلاثه وكرموسه، وقد هكا ديال داك الحلاوه باش ندير واحد الخبز، ومشيت قير عليها النار كله حتى التسعود الليل. يعني صافي درت واحد الجلايبات راكم شفتو، وعرفتي هذيك الساعه انا كنت نقول يا ربي غير نتلاقى مع شي حد ولا شي حاجه اللي فين نبردوا هاد الجن. ولكن راكم كتعرفوا هاد الشيء هذا ما عندوش في الامه الاسلاميه، ولكن على الاقل بالقلب ديالك قال لك ربي، اما كتغير اضعف الايمان في القلب ديالك، ثانيا كتجهر فيه، ثالثا كتغيره بيديك. او انت صاحبي سبيتي الموتى، اش من اخر هذه عندك، واش من التربيه هذه، واش من حنا كنحبب ولادنا في المسلمين غير اللي قال بسم الله كان انت الله يهديك. هادشي اللي غنقول لك انا، الله يهدي. دابا والديك هما اللي طاحوا في هذا المشكل هذا، انت ما عندك غير هذا، انت كما قلت الاخر البوز. وعاد القضيه الخوت بغيت نقولها لكم، واش غير بغى يدير البوز يبقى يدخل الدين ولا الاخرى بقات كتقول لهم انا ملحده، انا كذا انا كذا، هذيك سيناء، الاخرى بقات كتسب في المسلمين وفر هذيك ساريكول. هذا قال صافي، يعني 50 واحد مع شنو قال فيهم، ايوا فين هادشي؟ ابقى لكم غير تقولوا شي حاجه اللي هي ما نعرف باش صافي. ايش دابا بهاد البوز؟ انا كاع ندير البوز على دراعي، نخدم نصوب نصور غدا، ندير هادي نفيد الناس. راه كاين البوز الحرام وكاين البوز الحلال. بوز الحلال هو اللي كتجيبو على دراعك وكتنجح به، والبوز الحرام كديرو على ظهر عباد الله وعلى ظهر الدين وعلى ظهر الله وحتى على ظهر والديك. كاين اللي كيمشي كيدير دارهم كيدير لها مثلا ما عرفوش كيديروها بصح، ولا غير تمثيل، كيدير لامو قهوه تما، ولا كيدير لها بانه راه معاه شي بنت ولا هادي، وكيفقص امو مسكينه. كاين اللي كيدير راسو غيموت فيه المرض، امو كتموت كتعيط مسكينه، الطبيب تعيط لخوتها تالا حقا راه كاميرا كاشي، اش من كاميرا كاشي هادي؟ هو الزفت هذا، ماشي كاميرا كاش. تحياتي وسمحوا لي الا كنت طولت عليكم، راه والله العظيم الى هذا الموضوع هذا ما كتسالش من هذا. كنقول لكم انا، اللي ما قادش يربي الدراري ما يولدهمش. السلام عليكم. أوه. كمل المهم، تسمح لي راني قطعتك، انا غير جاوبت على بزاف ديال الناس. الالتزام ديال المدرسه ديال الاب بحكم الخدمه ديالو ما كيكونش في الدار بزاف، انا فيا الام فيا الاب ديالو حتى الالتزام ديالي، يعني لو كان غيدير شي مشكل في المدرسه ولا في شي بلاصه غيعيطوا لي من الاداره. انا اللي كان دائما لاكارت ديالي هي اللي كتكون في الالتزام، مع الالتزام اللي كيكون شي غياب كيمرض انا اللي كنمشي معاه نجيب له البيه. نعم. وفوق هذا الشيء كله، هذا الولد الموحد هو متخارف في شي جمعيه في شي جروب كيفرقوا القفه، هو دائما منخرط. شكون اللي قال ان الابن ديالكم ملحد؟ الكومونتيرات والناس، هادشي اللي سمعت انا، يعني ما قدرتش ندخل للفيسبوك ولا الواتساب، انا ما قدرتش نشوف داك كتقول لي بنتي ماما شوفك، ما كنقدرش نشوف. كاين مشارك شي جمعيه، لو كان الوليد صاحبه كان هنايا ما يقول لك سميه ديال الجمعيه، كيفرقوا القفه في رمضان، كيشريوا الحواله في العيد الكبير. انا اللي كأم ديالو، انا اللي كنعطيه الفلوس، كيجي عندي كيقول لي ماما راه عطاني شي بون شي بيان داكشي ديال داك الفلوس اللي كنت كنعطيك، واش كنقول لها ولدي ماشي مشكل، معليش مشكل، راه يمكن عنده في بيته منخرط في الجمعيات، كيساهم في القفه ديال رمضان، كيساهم فاش سميتو في الحواله ديال العيد. اسمح لي اسمح لي، غادي نقطعك. بزاف ديال الكومونتير تيقولوا لي، منهم الاخ محمد، انا هذا علاش كندير البث المباشر باش تكون يعني الوضوح، تيقول لي ممكن تسولها على الولد ديالها واش هو ملحد. شوف غادي تسمحي لي، انا بعض المرات تنخرق البث المباشر، اجي معايا اختي للبيت، اجي عافاك للبيت ديالو، ان بعض الامور اللي شي شويه تضرني في خاطرني، ما نخليش انا شي كومونتير دوزني غير هكاك. اعطيني اعطيني عافاك، فين هو ذاك ذاك المصحف ديالو؟ محيت انت يا ولدي، ها القران، نعم نعم، الدار ديال الملحد، ها الصلاه. بلاتي بلاتي، شحال غير ضعفك، شحال الضو. شوف الاخوان الله يجازيكم بخير، الناس اللي تيقولوا ان ملحد، باش نوضحوا الامور، راه الفيسبوك حاجه وارض الواقع حاجه واحده اخرى. هذا البيت ديالو، هذا البيت ديال الدري اللي تعتقل ياك، هذا البيت ديالو، هذه شنو هي؟ هذه سجاده، هذه سجاده، هذا المصحف، هذا القران ديالو، هو في البيت ديالو. انا ماشي تندافع عليه، مي تنوريكم الحقيقه، يعني غير باش نكون متفق مع بزاف ديال الاخوان، راه ما تندافعش، يعني تنوصل لكم الحقيقه كيف ما هي، وباش حتى المتابع ولا المشاهد يعرف شنو اللي واقع. فهذا البيت ديالو، وهذه الام ديالو هي كاينه معانا. انا معك امي،
انا معك. كملي ليا كملي ليا وسمحي لي راني كنقطعك في الكلام. ماشي مشكله اولدي، وكيقول لك بانه ملحد وبان ما عرفناش نربيوه، خصكم تجيو تشوفوا فين عايش وتشوفوا الاب ديالو. ها انت، ها قران واحد اخر، ها هو. نعم. ها غير بشويه عليك، غير بشويه عليك. ها هو. ها هو قران. نعم. لا اله الا الله. كيفاش كنديروا مع قرايته؟ اولدي كان كيقرا مزيان، انا كنمشي نسول عليه دائما في الاعدادي، فاش كان في الاعدادي كنمشي نسول عليه، كيقولوا لي مزيان السلوك ديالو مزيان. في السيزيام نقول لك جاب 18 ونقول لك جاب 19 في السلوك ديالو. نعم. يعني السلوك ديالو كان مزيان، كيقرا مزيان، مؤدب مع الجيران، كي اللي بغات شي حاجه يجيبها لها يخليني انا في الدار نمشي نتسخر. كنقول له فين مشيتي؟ كيقول لي جبت البوطه لخالتي فلانه تسخرت لهادي. يعني طبعه كان مزيان، انا كأم كحسيت به. يعني هو واش كان كياخذ الامور بـ 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 هو بالضحك. الضحك اه كيضحك، وكل شيء عنده ضحك، كل شيء عنده ضحك. والله العظيم الا كنكون انا في البيت ديالي وكنسمعو كيضحك من البيت ديالو، كنقول له اش هاد الصداع، خلي خوتك ينعسو. كيقول لي انا كنضحك، انا كنضحك مع صحابي، هو كيطبعو فيه الضحك. يعني ما كنتش تتوقع واحد النهار يقدر الابن ديالك يتعتقل؟ لا 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 ابدا ابدا، لان انا عارفه ولدي شنو فيه. انا عارفه ولدي ما كيمشي للتلاصه، انا ولدي فين ما مشى كنتبعو، مشي عند صحابو كنتبعو حتى عند صحابو، كنقول له عطيني، كيقول لي انا مع فلان، كنقول له عطيني. عارفه صحابو بالضبط سمياتهم فين كيسكنوا، عطيني نهضر مع صاحبو كيعطيني، كنقول له ولدي فين رايك، كيقول لي خالتي كوني هانيه. هو كيحفظ معايا، ما كيباش فشي بلاصه من غير هاد الدري ملحد وعندو، غيكون كيبان فشي بلاصه، غيكون راه ما جاو قلبو لقاو البيت ديالو ما فيه حتى حاجه. شنو الرساله اللي تبغي توجهي في هاد اللحظه هادي، سواء للسيد المدير العام ديال الامن الوطني او كذلك الشعب المغربي اللي كيتفرج معانا في هاد اللحظه هادي؟ انا كنطلب منهم الله يجازيهم بخير، يحسوا بيا ويحنوا مني ويشوفوا من حالي انا. يا غير ضاع داك الولد، ضاع، قلت تقريبا راه ضاع دابا. يلا شنو غيستافدوا؟ ما يستافد حتى واحد شي حاجه، غيضيع في مستقبله، غيضيع في قرايته، بحال اللي ما قراش كاع. يعني كان ديك القرايه اللي كان كيكافح عليها باش يوصل لشي حاجه، باش بحال اللي عمره ما قرا. الوراق كان جمعهم باش يدخل الجندار، كان كنت ناوي نشوف فيه شي حاجه، هو براسو كان كيقرا باش وكيدخل في لاصال. يعني كان عنده واحد المستقبل زوين، ودابا غيضيع. دابا انا مزاوقه فيكم، كنطلب جلاله الملك وبالسلطات ومن الناس اللي كيحنوا مني، هيشوفوا غير فيا انايا كأم. ما ولدي ما قديش نجلس بلادي، والله العظيم الا دخلوا دابا الناس ما لقاونيش في الدار، لقاوني مشيت عند الوالده ديالي، ما قديتش ندور في الدار نشوف حوايجو، نشوف بيتو، نشوف فراشو، ما قديتش والله ما قديت. لا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يسهل عليك اولدي. امين امين امين. انا مازال معكم، مازال غادي ناخذ حتى الشهادات ديال الاصدقاء ديالو ولا كذلك العائله ديالو. ف انا كنصيحه اللي نقدر نعطيكم على ان اي واحد عنده علاقه مع مواقع التواصل الاجتماعي ما تاخذوش الامور بالاستهزاء، ما تاخذوش الامور بالضحك، تكون شي شويه ديال الجديه. ها انتم شفتوا المباشر، يعني تدوينه فيسبوكيه ديال واحد عنده تليفون في يدو شارج الكونيكسيون، تيضحك، كتب شي حاجه، اولا شاد واحد العمليه الارهابيه ديال نيوزيلندا، فكان المصير ديالو ان تم الاعتقال ديالو من طرف رجال الامن اللي اقتادوا لمدينه سالا. خويا شنو كيجيك الدري؟ خويا هذا صديق ديالي. صديق ديالو، شنو كتعرف عليه؟ اخويا هذا لا حول ولا قوه الا بالله، هذا ولد مخلق، مؤدب، مصواب، ضحوك، كيضحك، هذا عنده كل شيء، ضحك سيضحك، راه غير بغاو فيه. شنقول لك كاينين شي اعداء ديالو بغاو له هذا الشيء هذا، ما فهمت هو ما قاصد والو بهذه المسألات. لا قصد والو بهاد المسألة اخويا، دري باين مخلق ومؤدب ومازال صغير، هاد الناس باغيين يخرجوا على المستقبل ديالو صافي اخويا، هادشي لا حول ولا قوة الا بالله. شو تقدر تقول لي اخويا على ايوب؟ نقول لك اخويا دري ظريف صافي، عنده تقريبا تيحسبوا هذيك الامور اللي حسبها غير ضحك، والرأي العام وشو كيهدر على حسبها. فوقاش انت كتعرف ايوب؟ هادي تقريبا اكثر من عامين ونص، انا عارفو عمري سمعت عليه شي حاجه ديال اللعب ولا شي حاجه. عامين كي داير السلوك ديالو؟ ضحوكي في اي حاجه بحال اش اي حاجه، ما تيد ما عرفش شي حاجه، شي قيمه بحال هكا، شي حاجه كلشي عنده ضحك، هادي شي ضحك معاك. يعني هو تقدر تقول لنا ما قصدش ديك التدوي ديال؟ ما قصدش فيها. علاش كتبها في نظرك زعما انت، علاش كتبها؟ ضحك
هو غير ضحك وما صار فيها حتى شي حاجه، هو غرض هو غير يضحك ويمشي الراي اللي عندك حسبه. لا اله الا الله. ندوزو عند الصديق الثالث ديالو. السلام عليكم خويا. السلام. شنو كيجيك ايوب؟ ايوب صديق ديالي اخويا، صديق مقرب بزاف ليا، شكون اللي يقدر نعرفو اكثر من اي واحد. لا عاود لينا عليه اخويا شي شويه. ايوب واحد الدري اللي تقدر تقول تلقائي في التصرفات ديالو. نعم. انه ما كيحسبش الحاجه حتى كيدير بحال زعما نقدروا نكونوا جالسين هكا يا شي حاجه اللي غتوشيك نتايا يقداوم. هاد الناس اللي داروا له هادشي اخويا راه الله ياخذ فيهم الحق. الا كانت عند ربي مرحبا به، الا كانت من عبد الله ياخذ الحق اخويا. هادشي اللي نقول شنو داروا ليه اخويا؟ علاش بنادم يمشي يبارطاجي هادي حاجه تافهه؟ بنادم انه يبارطاجي داكشي هذا علاش يبارطاجي؟ شنو دار لهم هاد الدري اخويا؟ راه لا اله الا الله وصافي. لا اله الا الله. الوالده ديالو انت تشوف فيها كي دايره. حنايا راه العفو لله صح. راه والله ما كنقدو نشوفو الناس كي داير. والله الا الحشومه عليهم وعيب وعاره صح. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو الرساله تبغي تقول دابا في هذه اللحظه ديال الشباب كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا؟ شنو النصيحه اللي تقدر تعطيهم؟ ما يحكموش على داك الشيء. حسبوا خوكم راه اي واحد يطيح في المشكل. وراه فاش طاحوا نتوما في هذا المشكل هذا ديك الساعه تعرفوا شنو كاين. طاحوا في اي مشكل في ابسط مشكل ويكسروا عليكم الجناوه ديك الساعه تولوا نتوما هكا يا كتهضروا. ولا اله الا الله خويا هادشي اللي عندك. شنو تقدر تقول لي كنصيحه بما انك انت يعني كشاب، شنو تقدر تقول لي مثلا بزاف ديال الناس اللي تياخذوا الامور هي غير بالضحك وكيكتبوا بحال هكا في هادشي ديال الفيسبوك، شنو تقدر تقول لهم؟ بحال دابا مثلا كاين بزاف ديال الشباب اللي عندهم العقليه ديال انه يدخل الفيسبوك ويكتب شي حاجه فقط باش ان الناس يديروا له هجام ولا كومونتير وانه يبان هو زعما داك الشاب اللي خالق الحدث في الحومه ديالو. خويا راه اي واحد فينا راه يكذب عليك كاذب اللي يقول كيحط شي حاجه وما باغيش هذا الشيء. ولكن هو هذه المساله هذه راه ما خداهاش هكا، ما قصدش فيها شي حاجه. راه خداها بواحد التلقائيه بواحد البساطه. طحت له فكره في راسو حتى طايب. ما عمر ما هضر معاك انت في هذه المساله هذه مثلا بحال هكا ولا فاش تلاقيتيه ولا؟ لا ما كايناش هاد الهضره كاع، ما كايناش كاع، عمرنا كاع تذكرنا حتى في هذا الموضوع، عمرنا تذكرنا. لا اله الا الله. شكرا اخويا بارك الله فيك. السلام عليكم. خويا انت الخال ديالو، شنو كتعرف على ايوب؟ ايوب راه تربى حدايا وكبر معانا ويعني وخلق حدانا، يعني ما شنو نقول لك؟ يعني حتى القضية ديالي يكون ملحد والإلحاد وهادي راه ما كايناش هادي كاع. نعم. يعني أنا نقدر لو كان بحال دابا نعرف فيه وكان يعني كيجلس معايا أنا خالو كيعاود لي كلشي يعني وكنضحكو أنا وياه وهادي، يعني هاد القضية هادي ما عمرناش قدنا عليها شي هضرة ولا شي حاجة. يعني عادي كإنسان عادي كيصلي حتى هو كيصوم بحالو بحال الناس مع والديه مع خوتو. غير دابا هاد الهضرة هادي اللي راك عارف الإنسان مراهق 19 سنة ناض في الصباح لقى داك الفيديو داك الشيء ما بان له راه مكتب باش نجمع لي جيم نجمع هادي ندير شهرة. راك عارف الانسان المراهق اي حاجه كتجي هوطا، يعني ما كيعرفش العقوبات ديال داك الشيء شنو كاين. والناس لا حول ولا قوه الا بالله، يعني داروا من حبه قبه هذاك دا هذا بارطاجي الاخر بارطاجي. هاد السيد خصنا نشدوه خصنا هادي، يعني حتى الا كانت الحكومه غادي تنازل على هاد الهضره هادي ولا على هاد الكتابه يعني غادي يزيد يسخنوا يكبروا المشكل. اصلا كنطلب من هاد الناس هادا ياخذوا بعين الاعتبار ديال الوالده ديالو والاخوات ديالو وينعلوا الشيطان. وراه اي واحد راه كيطيح في مشكل وكيتمنى اي طريق يسلك منه. هذا هو اللي كاين.